بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في برنامجكم الرضا حياة. النهاردة إن شاء الله عندنا موضوعات كثيرة جدا وحلقة مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة لكل البيوت وكل الأسر. إن شاء الله بنحاول نرد على أسئلة كانت وردت لنا قبل كده من حلقات سابقة وما قدرناش إن احنا نرد عليها عشان كان عامل الوقت هو اللي بيداهمنا. إن شاء الله ممكن تقدروا برضو يعني تتواصلوا مع البرنامج من خلال الواتساب الرقم اللي بيظهر على الشاشة، ومن خلال أيضا صفحة البرنامج الرضا حياة على الفيسبوك أو قناة اليوتيوب الرضا حياة. في الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن موضوع الشفاء الذاتي، وجات لي سيدة كريمة أو فاضلة اتصلت بيا بتقول لي مشكلة خطيرة جدا. بتقول لي إن بنت أختها أقدمت على الانتحار. طب ليه السبب؟ قالت إن هي اتجوزت صغيرة وبعدين اتجوزت 4 شهور وبعدين راحت بيت الزوج لقت والدته الحما عاملتها معاملة سيئة جدا، وطبعا هي سابت البيت ورجعت ومش عايزة تروح لهم تاني، عايزة تتطلق. طيب الموضوع لغاية هنا كويس، لكن هي البنت بتحمل أهلها هذا الوزر وتقول لهم انتوا السبب وانتوا خرجتوني من التعليم وانتوا وانتوا وانتوا، وراحت قطعت الشرايين بتاعتها. المهم لحقوها وراحت المستشفى ولحقوها الحمد لله. المشكلة مش عندي دي بس، ده في واحدة زميلتها من خيمة اسبوعين بالضبط او اكثر برضو نتيجة ان خطيبها سابها راحت شنقت نفسها وماتت. دي حالة اخرى. الحالة بقى الأغرب إن في واحدة لسه برضو لسه من أول امبارح أو 3 أيام برضو نفس العملية، واحدة بنت برضو عايزة تتزوج من واحد وبعدين أهله رافضين الزواج من هذه الفتاة. طيب هم على اللي بيقول أهلها يعملوا إيه؟ راحت برضو قطعت الشرايين بتاعتها ودخلت المستشفى ولحقوها، لكن وجدوا في الشنطة معاها سلك. ظاهرة خطيرة جدا موضوع الانتحار. هل احنا مثلا بنسلم نفسنا بسرعة للموت؟ هل احنا كان اصبحت الحياة يعني ليس عندنا رغبة في الحياة؟ احنا جينا لهذه الحياة لكي ننجز ونعمل ونفعل اشياء تفيد المجتمع، كما قال الامام علي كرم الله وجهه قيمة المرء فيما ينجزه. انت انجزت ايه؟ هل الانتحار ده والموت هو اللي بيريحك؟ ما سوف تحاسب في العالم الآخر على هذه الجريمة الشنعاء اللي انت اقترفتها. أولا الفتاة، أنا بوجه النهاردة رسالة للفتاة اللي هي بتطلق وبتتجه إلى عملية الانتحار. أولا هذا الأمر غير يعني يرفضه المجتمع ويرفضه الدين ويرفضه الله تبارك وتعالى، وكل الكتب السماوية بترفض هذا الاتجاه. أنا لازم أفكر في الحلول، لا افكر في المشاكل. ما اقعدش انا العقل بتاعي مركز على المشكله. هو انت اتطلقت صحيح بسبب ما، افكر بقى في الحلول، افكر ان انا بعد كده اذا كنت عندي تعليم اكمل تعليمي، اذا كان عندي حاجه مثلا مشروع ابدا اشتغل فيه. المهم ان انا افكر اطلع بره دائره التفكير في الموت او الانتحار. الانتحار او التخلص من الحياه ليس هو حل لما نحن فيه من مشكلات. نديكم مثل بسيط بسيط علشان الناس تاخد بالها. ابراهام لينكولن احد رؤساء امريكا، هذا الرجل عانى معاناه شديده جدا طوال حياته من 1816 حتى 1860. 1816 طلعوا اهله من البيت ولازم كان لازم يشتغل وعشان يصرف على اهله، تمام، وكان عمره 23 سنه. طيب بعد كده 1818 والدته توفت، طبعا برضو كانت مصيبه بالنسبه له. بعد كده في 1831 ترك عمله، 1835 كانت في واحده بيحبها وعايز يتجوزها ولكن ماتت، طبعا حزن على حزن كبير جدا. بعد كده مسلسل يعني فيه فشل في مراحل كثيره جدا وعصيبه يعني مر بيها. بعد كده رشح نفسه لمجلس الكونجرس، اول مره فشل، ثاني مره نجح، بعد كده رشح نفسه اكثر من مره مجلس الشيوخ خسر. المهم يعني مر بسلسلة من التجارب والمحاولات، ان مفيش يعني لا يعني انت لا تيأس طول ما انت على قيد الحياة، لابد انك تحاول وتحاول وتحاول. في 1860 رشح نفسه رئيس امريكا ونجح واصبح رئيس امريكا،
وهذا الرجل كان من أول مهام مبادئه هو محاربة تجارة الرقيق في أمريكا. المثال الثاني أيضا لي يعني كنموذج للنجاح، أنك أنت ما تيأسي بمجرد أن أنت تنطلق لموضوع معين وتروح كده تلاقي الباب قفل في وشك، روح الباب آخر. يعني كما قال أحد العلماء أن احنا للأسف احنا يعني إذا انغلق باب وقفنا تجاهه، مع ان في اكثر من باب اخر، في اكثر من باب مفتوح، في اكثر من باب ممكن تفتحه، ولكن احنا دايما واقف فينا. السنه اتطلعت، السنه انا سقطت في الامتحان، السنه ما نجحتش، السنه ما قابلونيش في العمل، ما قابلونيش في الشغل، وافضل واقف عدالي الباب. طب ما في باب تاني، في باب اخر، اتجه للباب الاخر. يعني خلق العقل، وجهوا العقل لما تريدون ان تكونون فيه. شوفوا انتوا عاوزين ايه من حياتكم، حققوا الاهداف واسعدوا انفسكم واسعدوا المجتمع. جاك ما اللي هو صاحب موقع علي بابا، هذا الرجل يعني هو بيحكي عن قصة حياته، يعني قدم لثلاثين وظيفة ولم يقبل، خلي بالك. بعد كده راح قدم 16 مرة للهجرة لأمريكا ورفض، قدم 10 مرات في جامعة هارفارد ورفض، وأكثر مرة في الجامعة الأمريكية ورفض، راح قدم في الشرطة ما قبلهوش، قالوا أنت جسمك وأنت يعني غير مؤهل أو جسمانيا. راح قدم كنتاكي لما عمل فرع في الصين، راح قدم 24 فرد، هو تم قبول 23 واستبعاد واحد، هو كان رقم واحد. طب هيعمل ايه؟ لكن هل هذا الرجل يأس؟ هل هو راح بقى من فوق عمارة ورمى نفسه ولا قطع الشريان بتاعه؟ لا، طول ما انتم على قيد الحياة ايمانك يحقق ما تريد من اهدافك. لو كان عندك ذرة من الايمان لاستطعت ان تحرك الجبال من مكانها. لكن انت ايمانك فين؟ فين الايمان؟ فين الايمان اللي عندنا؟ وفي الاخر خالص هذا الرجل لم يستسلم للفشل. ماذا فعل؟ راح موقع امازون كان موجود، هو بدا ينافس موقع امازون، فعل موقع علي بابا مع واحد صديق له، والنهارده بسم الله ما شاء الله عنده كام 50 سنه، ثروته تعدت كام 20 مليار دولار. يبقى اذا لا يعني الحياه لا تنتهي بمجرد انك تواجه عقبه. ايمانك هو السند ليك. احنا النهارده الجانب الروحي الروحاني عالي، عن الجانب الروحي عندنا هو اعظم شيء نتمسك به في حياتنا، هو المعين على مصائب الحياه اللي احنا بنواجهها. في مشاكل كثيره جدا، الشيطان جالس للانسان وابن ادم، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفره منه وفضل. احنا ماسكين ومثبتين في وعد الشيطان كما قلنا في الحلقه الماضيه. فين وعد ربنا؟ ربنا بيعدك المغفره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ايه ده؟ كل ده عند ربنا، واعظم واعظم واكثر ادعوني استجب لكم. انتوا فين من الامور دي كلها؟ النهارده انا بوجه رساله للامهات وللاباء، لابد ان تربوا ابنائكم على الايمان، اغرسوا فيهم الايمان، مش اكل وشرب ونوم بس، لا، علموهم اذا فشل مره يحاول مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. لابد ان يتشبع الايمان في داخله، ان هو يعني يتشبع فيه. انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي، ونعودهم ان يكون ظننا في الله سبحانه وتعالى هو اعظم شيء، ان انا سوف انال اعظم شيء اريده. احنا حتى في دعواتنا مع ربنا مقصرين، الناس دايما تقعد تدعي وبعدين بعد ما يدعي، ولا انا عاوز كذا وعايز كذا وعايز كذا، وبعدين ايه يبص كده يقارن ما يطلبه من الله بقدراته هو، يقول لك ازاي هجيب، يكون عندي عربيه، ازاي يكون عندي بيت، ازاي يكون عندي زوجه، ازاي يكون عندي، وهكذا. نحن نفتقد الايمان ليه؟ لان النهارده اصبح الحياه بالنسبه لنا ان احنا نوكل العيال ونشربهم وخلاص، والحياه ماديه وهات وخد والدين وهدي لك وانتهت القصه. لا، احنا النهارده بنقول للاباء والامهات علموا اولادكم الثقه بالنفس. مش من اول موقف الطفل يهتز منه او البنت او الولد، لا. لو انا طلعت ابني من البيت عنده ايمان قوي بذاته، ايمان في الله سبحانه وتعالى وبما قاله تعالى في القران العظيم، لن يفكر في الانتحار ابدا، او لن يعني يقترف هذه المعصيه الكبيره عند الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه اربطه بذات عليا، اربطه بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ان انا اغرس فيه الثقه بالنفس، ان انا اغرس فيه حب المحاوله مره اخرى، مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ويحاول.
ان اعوده على حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. لا انت حصلت على كذا ممتاز، بس خلي عندك ظن افضل في ربنا، ربنا يرزقك الافضل. البنت اللي هي طلقت ديت يكون عندها ظن في ربنا انه سوف يرزقها الافضل. اي شيء تتركه لله سبحانه وتعالى يعوضك الله افضل واعظم منه. لو واحد ترك الرشوة عشان حاجة ربنا بيعوض، لو واحد ترك التفكير في هذا الانتحار وهذا الموت ربنا يعوضها بزوج أفضل وأحسن وأجمل منه. ده أنتوا بتتعجبوا ليه؟ ده في قصة النهاردة، واحدة النهاردة واحد متزوج شاب صغير، شاب صغير عنده 20 سنة، متزوج واحدة سيدة عندها 35 سنة، واهله وكل الناس اجتمعوا ان هو يتركها، لكن هو مش تركها، مش عايز يتركها، هو بيحبها. فهو هنا يعني عايز اقول لكم ان الحياه لن تتوقف، اللي عايز يتزوج ان شاء الله يتزوج، لكن في الايمان اذا كنا احنا اصلا مش رابطين او موجهين تفكيرنا تجاه اننا سوف نحصل على المزيد، احنا موجهين تفكيرنا الى السخط والتذمر وان ما فيش. لا برضو الناس اللي هي السلام الداخلي، يعني احنا النهاردة مهم جدا السلام الداخلي لحياتنا، والسلام الداخلي خلي بالكم ده عشان نحققه لازم نتشبع بالرضا. لذلك احنا عملنا برنامج الرضا الحياة، لان احنا اغلب الناس ليس عندها سلام داخلي، كله بيعاني يقول لك معايا فلوس ومعايا ومعايا ومعايا، لكن مش حاسس بالسلام بالراحة النفسية اللي جواي. الرضا انك ترضى، البنت اللي هي طلقت ترضى بما هي فيه، البنت اللي هو العريسة او الخطيب اللي تركها ترضى بهذا الامر. ارضوا بما حدث لكم من امور وسوف يعوضكم الله افضل من ذلك، لان الله تعالى يقول في الحديث القدسي من رضي بقدري اعطيته على قدري. اول حاجه لازم نرضى، دي مصيبه ايا كان شكل المصيبه لابد ان نرضى. احنا النهارده من خلال برنامج الرضا حياه عاملين مبادره اسمها هنساعدك. مبادرة هنساعدك ديت احنا النهارده هنساعد اي حد عنده مشكلة، بنت عندها مشكلة في الزواج، واحدة عندها مشكلة مع زوجها، طالب عنده مشكلة في دراسته، ام عندها مشكلة مع اولادها، حد عنده مشكلة ان هو عنده اكتئاب متضايق. المبادرة موجودة عندكم، والرقم موجود الواتساب او الفيسبوك او اي يعني عندكم اكثر من وسيلة ممكن تتواصلوا معانا، وان شاء الله احنا بنساعدكم لوجه الله تبارك وتعالى، وانكم تكونوا يعني ناس يعني صالحين في المجتمع، تنفعوا انفسكم واسركم وتنفعون المجتمع. بالنسبة كان في سؤال جانا اللي هو سيدة بتقول لي انا كل ما اطلب من زوجي حاجه ما بيعملهاش، ويجي تاني يوم يقول لي نسيت، وبعدين تحدث مشكله، كيف اتعامل مع هذا الامر؟ الموضوع ده ببساطه شديده جدا، احنا لازم المراه او الزوجه تعرف عقليه الرجل، وهو لو انت عرفت تفكيره بيفكر ازاي انت يعني هيبقى الموضوع سهل جدا. اول حاجه ان الرجل لو طلبت منه الامر مره واحده هي معناه كانك انت ما طلبتيش، او الموضوع مش مهم بالنسبه لك، يبقى لازم التكرار، يعني نطلب مرة واثنين وثلاثة. طيب الطلب ده ليه؟ لأن هو في مثلا لو احنا مثلا عاوزين شماعة مثلا في الحمام، هو من وجهة نظره لا شماعة تانية، فمن وجهة نظره خلاص ده ما دام دي موجودة دي مش مهمة، تفكير بيقول كده، هو دماغه بتقول كده. طيب نطلب بقى منه ليه؟ لأن يعني أعظم رغبة وأقوى رغبة عند الرجل أنه لا يعمل شيء. خلي بالكم هو مش عايز يعمل حاجة أصلا، هو بيريح دماغه. طيب أعمل إيه أنا بقى؟ أطلب منه مرة واتنين، بس الطلب يكون بإيه؟ مش باستخفاف العقل. ما تقوليلوش مثلا هو أنت طول عمرك كده بتجيبش حاجة عدلة؟ هو أنت دايما كده الغباء فيك مثلا؟ يعني دايما ما تستحقروش الزوج، ما تقوليش ألفاظ للزوج فيها استحقار له أو استخفاف بعقله. لا ممكن تقوليله مثلا أنا طالبة مساعدتك أعمل كذا. هو ساعة لما تسمع أنا طالبة مساعدتك على طول بيروح يجري على طول، إن هو عاوز يشعر إن هو خلاص يعني عامل حاجة حلوة بالنسبة لك وبيساعدك. لكن طول ما أنت بتطلبه مرة واحدة هو لن يفعل شيء. الطلب يكون بطريقة ما فيهاش استهجان لقدراته، ما فيش استخفاف بعقله، ما فيش تحقير له. ما تقولوش دايما أنت دايما طول عمرك كده نساي على طول، طول عمرك كذا طول عمرك كذا. لا إحنا نروح بالاتجاه الآخر، أنا طالبة مساعدتك ممكن تعمل كذا، والامر المباشر على طول، او اطلب الامر بتاعك بطريقه لائقه ما يكونش فيها تحقير او استجال هذا الزوج. دي اول سؤال.
السؤال كان الآخر اللي هو ليه بعض الأزواج بيعامل الزوجة بطريقة سلبية وفيها سب وقذف وشتائم؟ طبعا هذا أيضا منهج يرفضه الله ورسوله. احنا أتعجب يعني بصراحة، يعني أنا لما أجي للراجل يتزوج المرأة وفي عهد القرآن يقول وأن أعاملها معاملة الإسلام والله خير الشاهدين، تمام؟ إذا أنت النهاردة لازم تعاملها معاملة الإسلام. معاملة الإسلام أنك أنت تعاملها معاملة طيبة، وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، ده يكون دايما ألفاظك طيبة. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. طبعا الوقت بيدهمنا برضو كل حلقة، لكن إن شاء الله الحلقة القادمة يكون في موضوعات أكثر وأكثر. لكن عايز أقوله لكم في هذه الحلقة، وجهوا أفكاركم، مشاكلنا كلها في تفكيرنا، وجهوا أفكاركم إلى الخير وإلى الوفرة وإلى الثراء وإلى الصحة وإلى العافية وإلى النجاح. وجهوا أفكاركم والله يتولى أمور حياتكم. ألقاكم على خير في حلقة قديمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.